والحقيقة كلام كتير قوي يعني عن منتخب مصر لكرة اليد وتنظيم البطولة في يعني وسط كل هذا الكم من التحديات. الحقيقة منتخب مصر يعني لا غبار عليه، يعني عشان ما يبقاش فيه مساحة للاختلاف، يعني أكيد لا غبار عليه، أداء مميز جدا، مشرف، رجولي، المباريات كلها أقوى من بعض. ولكن أنا عايز أستأذنك من إحنا نبتدي من النهاية. كانت بالنسبة لنا في المونديال مباراة مصر والدنمارك، وخصوصا أنها كانت مباراة ملحمية بالمعنى الحرفي. أكيد. كيف رأيت هذه المباراة وكيف رأيت أداء المنتخب المصري بشكل عام في المونديال؟ طبعا المباراة دي كانت من أقوى المباريات في تاريخ كأس العالم لكرة اليد، مش في بطولة العالم دي بس. أداء كان ملحمي وانعكاس لإعداد جيد جدا للبطولة والمباراة، إعداد مش بس حديثا، ده إعداد من سنين لمنتخب مصر في كرة اليد، إعداد دقيق جدا ومدروس جدا لحد ما وصلنا للحظة الفارقة اللي هي المباراة الملحمية الجميلة قصاد منتخب الدنمارك. عايز أقول لحضرتك حاجة من الكواليس، الجمهور كان معتقد ان احنا داخلين مباراة الدنمارك مجرد أداء مشرف، لا، احنا كنا داخلين مباراة الدنمارك بهدف الفوز. والأداء كان مشرف جدا الحمد لله، الأداء كان مشرف جدا، لكن احنا كنا داخلين بهدف الفوز والإعداد كان قايم على ان احنا نكسب المباراة، لكن التوفيق ما حلفناش. الحمد لله الأداء كان بشكل مشرف جدا، ونرجو ان احنا نكون عند حسن ظن جماهير كرة اليد في مش في مصر بس، في العالم كله. طيب هل نقدر نقول يا استاذ محمد ان الحظ ما حلفناش، ولا كان في اخطاء او نقاط ممكن ان احنا نركز عليها؟ بمعنى ان احنا لو هنتكلم عن ماتش السويد وماتش الدنمارك، احنا خسرنا او هم فازوا علينا بهدف. تمام. فين النقطة؟ فين الحاجة اللي أنا عايز أبص عليها كمنتخب مصر بعد كده عشان أقول لو كنت حصلت مثلا كنا فوزنا؟ هل في حاجة زي كده؟ مفيش حاجة، مفيش مباراة من غير أخطاء، صحيح، لا في كرة اليد ولا في غير كرة اليد ولا في أي مجال تاني ولا في أي مجال، مفيش حاجة بنسبة كمال بنسبة 100%، أكيد حصل أخطاء، لكن التوفيق ده حاجة مهمة جدا. لما بيبقى التوفيق موجود مع الفريق ده بيبقى عامل، يعني التوفيق كان في صالح منتخب الدنمارك. التوفيق اللي حضرتك بتقصد بيه الحظ يعني ولا ايه؟ ما بحبش كلمة الحظ. انا ما بحبش كلمة الحظ، اعتبريها حضرتك يعني، بس هو بيبقى توفيق وعدم توفيق، ماشي، يعني نعتبرها توفيق وعدم توفيق. ماشي. لكن طيب، بشكل عام المفترض لغاية مرحلة معينة، يعني قبل ما مصر تظهر على الساحة العالمية في عالم كرة اليد بهذا القدر من القوة، كان من المعروف دايما ان لعبة كرة اليد هي لعبة الدول الباردة نسبيا، اللعب من الالعاب اللي هي بتعتمد بالكامل على وجود صالات مغطاة نظرا لبرودة المناخ. مظبوط. وطبعا هم متفوقين فيها جدا، كل الدول اللي تنطبق عليها دي المواصفات متفوقة في كرة اليد، لغاية لما مصر الى حد كبير قلبت الترابيزة وغيرت الموازين واثبتت للعالم كله ان لا، ما لهاش علاقة بقى بالمناخ، احنا كمان يعني موجودين اهو، وبقينا منافس شرس لابطال العالم نفسهم كما هو الحال مع الدنمارك. مظبوط مظبوط. المنتخب المصري وصل لمرحلة من المنافسة انه بيضارع الفرق الكبرى في العالم، بطل العالم وغير بطل ووصيف بطل العالم، لان احنا لعبنا مباراه كبيره جدا قدام منتخب السويد والفرقتين لعبوا الفاينل امبارح، فالموضوع ملوش علاقه بالمناخ خالص. اعداد منتخب مصر تم على اعلى مستوى على مدى سنين كتير، والاجيال دايما في كره اليد دي حاجه معروفه، كره اليد المصريه مشرفه من سنين كتير، صحيح. وأجيال بتسلم أجيال بنفس المستوى ونفس الكفاءة ونفس الإعداد. بعتقد أن احنا وصلنا لمستوى عالي جدا في الفترة الحالية، ودي حاجة تشرفنا كلنا باستخدام المنهج العلمي السليم والتحليل الدقيق وكل الوسائل اللي توصلنا للكلام ده كله.